عسلمة عسلمة الناس الكل، شنحويلكم؟ ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام. اليوم جبت لكم ريسيت سهله ان شاء الله يا ربي تعجبكم. باش نعملوا ايه المطبقه والا الكسره بالشحم؟ المطبقه باش نعملها بطريقه سهله وتعجبكم، عجينه مزيانه وتبدا هكايا محشيه كيما هكا بالشحم والبصل. تب تشوفوها الطريقه على محليها. كان عجبكم هكا الفيديو اعملوا لي لايك للفيديو واشتراك القناه كان انتم اول مره تزوروا قناتي. نبداو بسم الله بطريقه التحضير. اول حاجه العجينه، نعطيكم المقادير اللي باذن الله نحط لكم في صندوق الوصف. نبداو بسم الله. بسم الله نبداو اول حاجه بالمقادير. اش عندنا اليوم يا سيدي؟ عندنا الشحم والثوم وحسيلو خيرات. الصوص نتاع اليوم بنينه برشا، تنجم تعوضوا اليوم الشحم. اللي ما يحبش بتبيعه باللحم المفروم ولا بالدجاج، المهم الحاجه اللي تحبوها نتوما. بالنسبه اول حاجه اللي باش نبدا بها هي العجينه. عجينه المطبقه ما تحبش نقولوا احلى الخميره، ماني باش نحط لها راهو شويه. باش نستعمل رطل سميد ارتب، عليهم مغرفه صغيره ملح، عليهم كيس فرينه. الكيس قياسه 150 غرام باهي، وشويه ملح باش نعملوهم بالماء الدافي نعجنوهم. وباش نحط كاين مغرفه صغيره خميره خبز، راهو هي المطبقه ما يحطولهاش الخميره، يخدموها مليح ويعجنوها مليح ويخليوها ترتاح. بالنسبه لي اني نحب شويه بركه خميره، نجم ما تحطش. اي سيدي نمشيو توا للخلطه. الخلطه هذه المحرح راه نقولوا احنا، الحروريه فيها برشا حراره. تحبوا تنقصوا تنقصوا بالطبيعه. تحب البصل؟ اش حملت هنا راس بصل قصيته جويت، حطيت هنا زاد الثوم، وزر قداش ثوم، راس كامل ثوم. تحب الثوم نهرسوهم بعد الثوم هذايا مع راس حانوت وتابل وكروي، طريف معدنوس، شويه هنا عندي نعناع شيح، وبطبيعة الشحم. تنجم حتى كمية صغيرة الشحم تاخذه من عند الجزار، تحب تاخذ الردي خذ الردي، ترحيه زيد الردي، وإلا تهرسه بالمهراس في ساعة ما يتهرس. فلفل أحمر ولا هروس، قلت لكم محرحرة محرحرة. لهنا عندي مغرفة صغيرة طماطم ومغرفة هريسة. وآخر حاجة بعد ما تطيب الصوص نحطه الحبق، شوية بركة هكا رشة صغيرة كبسوي بعاتنا يفوح برشا. اي نمشيو توا اول حاجه نحضروا العجينه، ومن بعد ما نحضروا العجينه نعملوا الصوص باش نخليوها ترتاح شويه. هاي نبداو بسم الله. اول حاجه كما قلت لكم باش نبداو بالعجينه. العجينه اليوم هكا كما شفتوها ما فيهاش زيت، الزيت من بعد نستعملوه. تحب تعمل الكميه دوبل اعمل. هنا حطيت الملح والفرينه، فما اللي يعملها سميد صافيه، تنجموا تعملوها كان سميد يزي حتى سميد بيا تجيكم تشرب. الخميرة باش نحط كيلو مغرفة صغيرة، علاش نحب عجينتي تبدا رطبة شوية. هذه توا اش تعملوا لها باش تستحفظوا عليها؟ يلزمهاش تشم الهواء، تشدوها هكا بشكل ولا بحاجة باش تستحفظوا عليها. كان شمت الهواء لوح به. باش نعمل توا بالماء الدافية مش بالماء الباردة ولا السخون، ماء دافي. نبدا نعجن توا على روحي. ونخليوها البنات ترتاح، ترتاح شويه مادام حضرت الصوص اكا هو. كملت البنات لهنا عجنتها مليح مليح ورجعتها للشقال، هكريتوني معناها ركتها مليح مليح. شوفوا العجينه هكا يلزمها تكون ها رطبه ومزيانه. توا هذه شنو نعملوا لها؟ نخليوها هكا ترتاح مادام حضرنا الصوص، خليوها ترتاح مغطيه. هاي مشيو توا نحضروا الصوص نتاعي. شوفوا لهنا اش حطيت في المهريس، حطيت الثوم والتابل والكرويه والراس الحانوت، هرستهم مع شويه ملح مش برشا خاطر الهريسه فيها الملح. وباش نحط معاهم زيدا الشحم، هذاك زيدا باش نحطه في المهريس، علاش؟ باش يشرب كيما هكا
ونهرسوه، ها نهرسوه مع الثوم، الثوم والتابل والكرويه وراس الحانوت، ونزيد نحط عليهم الهروس والفلفل الاحمر، ونقعد توا نهرس باش الشحم يشرب هاك اللفاح. باهي توا اني باش نهرس خاطر على الحس وبرا، ونمشي نحط توا البصل، بصل في الزيت، خليوه يتبال شويه، بصل حطوه على النار نطيبوه اكهو، هذا يتبال شويه من بعد نحطوا عليه الشحم. نمشي توا نكمل نهرس نهرسوا هالشحم هذيا. علاش توا احنا عملناه في الباريس؟ الشحم راهو عباره باش يولي زيت، ما تكثروش حقه، حطيت شويه بركه زيت نكته، خاطر الشحم باش يسيب لنا الزيت. توا كاهو نكمل نهرس ونرجع لكم. البصل نتاعي ذبل شويه كما تشوفوا فيه، باش نحط توا الشحم. باهي عارف شنو نوريكم كيفاش ولا لونه، ولا مخلط بالهريسه وما عادش لونه ابيض. هذيك توا راهو باش يسيب لكم زيت. الطريف اللي فضلت في الهريسه نصبوا عليها طريف مسكو هكا هو. الريحه بدات تطلع، قسم كي تبدا الهريسه عربيه. توا هذيا نطرحها ونحلها مليح مليح. في ساعة ما يذوب راهو الشحم ويسيب لكم الزيت. يعني ديما حطوا طريف من اللول، فما اللي يحط الجملة زيت خاطر الشحم فيه زيت. هذه نحلها تو طريف، كي تتحل نكمل نحطوا المكونات الاخرى. تو باش نحط الهريسة والطماطم، هي حرة راهو اللي ما يحبش الحرورية ما يعملهاش. قليها شوية تو هكا الطماطم مع شوية ماء سخون. شوف شو نحطو آخر، نحطو معدنوس، بسم الله، والنعناع الشايح، تيبو معاه ونخلط. ريحتها على محليها، وبالحق بنينة من أجيكم مخبيزاتي شافهو. محليها الأكلة هي متاعنا التونسية، محليها تقاليدنا، ومحليها بالحق تحية كبيرة لأهل الجنوب، ومحلى ماكلتهم ومفاحة زيدا، ربي يفضلهم الناس الكل، وتحية ليهم المطبقة بالشحم. إن شاء الله الروسيت راهو مش ديما كل كيف كيف، معناها الروسيت معناها كل واحدة وطريقتها، مش يبدا في بالكم معناها مش نفس الطريقة. نحطك طريف ماء في المهريس، خلطوا هكا شوية هكا الشحم يتظل في المهريس كيما هكا، وصب بنة الميك لكي تخلط الماء في المهريس خليوها هذه تتقلى، ومبقى كان لحبق في الاخر هكا. سي الصوص نتاعنا حضرت، يستكى شويه بركه في الاخر، خليوهاش تطيب برشا دقيقتين هكا هو حبق. ريحه النعناع مع الواحد هبل. هذه توا حاضره، نحطوها في صحيفة وباش نحشيو بها المطبقة نتاعنا، ولا الكسرة بالشحم. لهنا حضرت الخبيزات نتاعي، كل قصيتهم هكا باش يجيونا كل قد قد. نبداو تو بأول كعبة، وميساش كي نمسحو يدايتنا هكا بشوية زيت، شوية بركة مش برشا الزيت، نحطوه كان في طاجين الطفل ولا الحديد اللي عندك، ولا حتى في التيفاء. نبداو توا اول كعبه، بدينا بها ونغطيو عليه، نخليوهاش علينا. الخلطه نتاعنا هي حاضره، وتوا نبداو بالخبيزه الاولى. نقرب لكم الكاميرا شويه، نرشوا الفرينه مش الزيت، ونطرحوها هكا سهله ماهله، اسهلش منها. مرهفوهاش برشا برشا البنات، شويه كاعو، حطوا الخلطه
الخلطه نتاعنا الشحم. ماذا بينا ما نوصلوش لاخر الحافه، ديجا اني باش نحضر وحده اخرى في سافيس حطها فوقها. نزيدها شويه بركة باش تبدا مليانه. عادو هذه تجي عشيره، تنجمو تحطو لحم مفروم، الدجاج، ثم اللي يعملها حتى بالطر. نسكر عليها هكا عجنيب، نحاولو احنا نقرصوها هكا شوية باش ما يخرجش الحشو نتاعنا، خاطر الشحم يسيب الزيت. تو الطاجين نتاعي سخن هيني تو باش نحطو، اما قبل ما نحطو نمسحو بالزيت. عرفش نوريكم تو كيف يشي، هي تحب تو الزيت. انا قرصتها على جنبيتها، يزيها تو هذي حطها في الطاجين. نوريكم سخنت الطاجينه باش نحط له كان شويه زيت، طاجين طفل ولا اللي عندك في الدار حتى ارتفاع، اما حط توا الزيت توا تحب الزيت. بسم الله نحطوها هكا الطاجين نتاعنا، نزيدو نطبخوها هكا شويه. فما الطاجين الحديد زيده، نزيدو توا نحطو لها الزيت هكا من فوق. توا تحب الزيت لك اعطيني باش ما توليش يابسه. انا سهله توا نقلبوه، مانيش باش ننقبها البنات خاطرها العجينه رهيفه ولاباس عليها، والحشوه طايبه لاباس عليها. هاي خليوها هكا تتنفخ شويه ونتفقدوها من اللوطه ونقلبوها. جا قلبوها هكي تبدا ظاهره، تبدا تبوط من فوق، احنا نقولوا تعمل بالونات صغار. وان شاء الله عجبتكم الرسيت، ونكملوا خبيزاتنا الكل نحضروهم بك الحشوه وكاو. وريكم كلمه كعيبه اخرى بتصوير سريع باش ما نقلقكمش وكاو. ديما نتفقدوها، نقص عليها اني نار باش نزيد لها هكا شويه بركة، نخليها نار متوسطه على ديما نتفقدوه. نزيد رغم اللي ما حطيناش برشا خميره، راه هو حاجه بركه ترتاح وما خمرتش راهو العجينه. باش نبداو في بالنا حضر تحضر في ساعه الصوص اللي حضرناها، جوست انها العجينه ترتاح اكاهو. فما قلت لكم اللي ما يحطلهاش خميره، وفما اللي يحط لها زاده السكر باش تجي الخبزه حمراء اكاهو. ماني ما حطيتش، تحب تحط تحط. كي نقاوة هكا حتى حمرت شويه ما يسالش، نقلبوها كيما هكا ونخليوها توا تزيد تطيب، ومن بعد نزيدو نحمروه هكا. شوفوا محليها شخصيه تهبل لو تشوفوا قد تجيكم بنينه، جربوها ان شاء الله تعجبكم.
كما حضرنا الخبيزات الحقيقه هذوما اللي فضلوا رين طيب وما ياكلوا. المهم انها وصفه مزيانه برشا، جربوها وباش نقص لكم عاد منها اكيد باش نوريكم كيف جاتني. بالحق بنينه برشا، معروفه المطبقه نتاعنا التونسيه، ان شاء الله اللي تعملوها وتاكلوها بالصحه وبالشفاء. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، طريقه ياسر سهله كما شفتوه. هذه هي المطبقه محشيه تهبل. جربوها ان شاء الله اللي تريدك. باش نخليكم اكيد من ربي نتقابلوا في وصفه اخرى، وكهو تبخلوش عليا عاد باللايك والاشتراك في القناه كان انتم اول مره تزوروا قناتي. مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم اسعد ايام. باي باي.